طيب برنت ان فلي داتا، لو جيت عملت ديف وقلت له برنت ان فلي داتا، طبعا لازم تستقبل امتي از اي ارجمنت، تمام، وابدا جواها اكتب برنت ان فلي داتا وابدا اكتب، تمام. حلو. طبعا انا كاتب هنا كامل كيس بس كنت المفروض اكتبها، مش مشكله. ادي الام ده اهي، هتجي هنا وانا اشتغل عليها. احنا بس ايه كاسمه ده كبايثون بنحب ان احنا نكتب كله كامل كيس، كله سمول كيس، مش عارف ليه بيقلب مني. سيرش فور اف اي وانا بنت اندرسكور دي، يعني فرق بالاندرسكور دي، ماشي. برنت هنعمل برنت بسيطة، هغير برضو الاسم اهو، هعمل برنت بسيطة خالص، ان انا اطبع بس البيانات بتاعته العادية الأساسية بتاعتي العادية جدا اللي ما فيهاش يعني شغل كتير ولا حاجة، يعني مش محتاج ان انا اعمل حاجات معقدة دلوقتي، اللي احنا عرفنا قبل كده ان احنا نقدر نشتغل مع البيانات ازاي ونبدا نعرضها ازاي. المهم ان انا عايز انقي بيان بيان وابدا اعرضهم بشكل او باخر. ف انا عندي في الفايل كنت عامل شويه حاجات كتير، كان عندي هنا في اوتو نمبر، في هنا اي دي، وفي شويه حاجات كده. طيب خدوا بالكم ده يهمني عشان اشتغل عليه شويه حاجات كده، اما ده بالنسبه لليوزر بيدخله، كل ده اليوزر بيدخله، بس ده انا مفترض بعمله اوتو نمبر عشان احافظ بس على الموظفين اللي بيخشوا عندي. طب على العموم، وده اتريبيوت مش يعني ده خاصيه، ما هياش تاج زي الاي دي وزي النيم وزي، انا عملتها عشان بس تعرفوا تفرقوا ما بين الاثنين كشغل، يعني تبقوا فاهمين الاتريبيوت بيشتغل ازاي والتاج بيشتغل ازاي. وبناء عليه طبعا انا ممكن دلوقتي لو قلت لكم برنت وخلصت واشتريت دماغي، قلت له برنت الامب، طبعا هيطلع لي اوبجكت بتفاصيله مش هتبقى واضحه. خليني اجرب واوريكم اللي هيحصل. طبعا لو عايزين نشتغل هنشتغل على طول على سيرش فور، يعني هنادي بس على الفانكشن اسمها سيرش فور كده، انا في الرئيسي بره الفانكشنز، لان احنا طبعا عايزين اول حاجه ما نشتغل يرن على طول للسيرش فور. ف هقول له رن، قال لي في عندي اخطاء لاين 1، قال لي اكس ام ال والاي 3، الاي 3 بارس ايرور، ماشي واحد ايه الخطا، احنا كنا عاملين ايه، انا كنا عاملين ايه بورت اكس ام ال اي 3 سي اليمنت 3 وعملنا له از اكس ام ال، ده الاختصار بتاعه، بعد كده بناخد من الاكس ام ال بنقول له بارس وهكذا. طيب تعالى نرجع نشوف الايرو تاني من الاول. قال لي احنا بصينا على الفايل مش عايز يفتح فوقفنا، لكن هو فعليا بيقول الاكس ام ال ديكلاريشن مش مظبوط، فهو مش قادر يفهم اللاين 1، يبقى احنا كاتبين حاجه غلط جوه الاكس ام ال فايل ذات نفسه، ممكن يكون encoding. هنرجع كده تاني، احنا كنا بنجرب، كنت بجرب وبشيل بحط الباس كله، بس طبعا ده مش حلو. هرجع للاصل الفكره، وبسم الله تاني ونعمل رن. ايوه تمام، بس كانت ايه، كنا كاتبين كلمة انكودنج هنا كنا كاتبينها غلط، وبالتالي هو ده كان معلق، هو قرا الفايل بس ما قدرش يفهم يعني ايه انكودنج، دي كانت مكتوبة غلط وبناء عليه ضرب. قلت له خلاص ظبطناها في الفايل، فبناء عليه هو قرا، وبالتالي قال لي انتر ذا اي دي اوف ذا امبلوي يو وانت تو سيرش فور، هات اي الرقم اللي انت عايز تبحث عنه. قلت له انا عايز ابحث عن رقم واحد. لما جيت دوست انتر هو هنا ما عملش حاجة، صح؟ ماشي، لان طبعا انا ما قلتلوش لو فولس تعمل ايه ولو ترو تعمل ايه. خش على الاكس ام ال تاني، احنا عندنا هنا ايه هنا الاوتو انه طيب احنا لو رجعنا كده بصينا تاني
وقلنا احنا بنسيرش فين احنا بنسيرش على الاي دي. انا اخدت الاي دي وهنا وكده دي غلطه. هنا اهو في الفانكشن دي انا كده بدور على تاج اسمه الاي دي. بدور على تاج اسمه الاي دي. تمام؟ فانا معلش لخبطت ما بين ان انا بدور على التاج اللي اسمه الاي دي وانا بدور على الاوتو نمبر. لا انا بدور في التاج اللي اسمه اي دي اللي هو مدخله اليوزر، اليوزر ما عارفش الاوتو نمبر. وبناء عليه هو بيدور بيدخل الاي دي بتاعه وانا دخلت على التاج وبدور عليه. ولو كانوا متشابهين ببدا اعمل. طب انا ما اشتغلتش معايا. وبناء عليه انا كونفيوز دلوقتي مش فاهم هو ايه اللي حصل. فهقول له برنت مثلا وهقول له التاج اي دي اللي هو جوه الفايل يعني، وهقول له اطبع لي جنبيه التاج اي دي. تمام؟ وكوما كده وقول لي الاي دي اللي هو السيرش اللي احنا بندور عليه. هتقول لي السيرش هتطبع لي الاي دي اللي هو خليجي يبحث عنه. لمجرد بس ان انا اشوف بس ايه اللي حصل يعني، معلش يعني مجرد ان احنا نشوف ايه اللي حصل. فانا قلت له ايه؟ قلت له رقم واحد. قال لي بص انا التاج اي دي 121 وانت بتبحث عن واحد، وانا 122 وانت بتبحث عن واحد، ما لقيتش. وده صح مفيش واحد. بس هو ليه ما ردش عليا؟ ان انا مش مظبط اصلا ان هو يرد عليا. انا المفروض اقول له ايه؟ سيرش فور دي الفانكشن بتريتيرن ترو اور فولس، صح؟ فممكن اقول له لو كانت بتساوي فولس هقول له مثلا برنت الامبلي نوت اكزيست عشان بس افهم ايه اللي حصل. طبعا لو ترو هو خلاص هيكون عرض بيانات يعني. لو جينا جربنا دور لي على رقم واحد قال لي طبعا انا عايزين نفهم منه. قال لي في ناطق مش موجود. انا هشيل بقى البرنت اللي احنا كنا عاملينها، قال لي بس كده هيشها خليها موجوده. لكن لما نيجي بالرن بنقول له رقم واحد قال لي الموظف ده مش موجود. طب مثلا واحد اثنين واحد كانت ولا انا مش فاكر. واحد اثنين واحد ايوه. بعدين واحد ده موجود المفروض. ندوس انتر قال لي اهو element اسمه employee وادي الاوبجكت بتاعي. طبعا الاوبجكت ده ليه؟ لان انا ليه طبع الكلمه دي؟ هو موجود ولا يبقى كده عندنا. المهم ان هو بلا يفهم مش موجود بيقول لي مش موجود، موجود بيطبع لي الاوبجكت بالشكل ده. انا مش عايز اطبع الاوبجكت بالشكل ده يعني. برنت دي مش عايزها تكون بالايه بالفكر ده. عايز اشتغل واطبع بيانات تكون مفهومه بالنسبه لليوزرز عشان اقدر امسك الاي دي، امسك النيم، امسك واقدر اشتغل عليه.